هاي الشباب، اليوم بنلعب لعبه نوم. الصراحه انا جالس العب اللعبه ذي بسبب اني دايم زمان كنت العبها وما قد قدرت اعدي الليله الاولى فيها بسبب اني كنت دايم انام في نص الليله الاولى. راح نلعب اليوم Five Nights at Freddy's. خلونا نشوف كيف بتكون. في ناس كثير ذكر كانوا يقولوا لي العبها، ف let's see. Freddy Fazbear's Pizza، هذه بيتزا حقت ذا او حقت Freddy Fazbear. اوكي، صار جالسين يدورون على حارس امن. انا حارس امن. اوكي، اول ليله الساعه 12 الليل، اعوذ بالله. اوكي، وات دقيقه، هي في تلفون، كيف اطالع تحت؟ ايش بيقول ذا؟ اوكي، يقول لي هذا كلمني باختصار، يقول ابي اساعدك انك تترك في اليوم الاول. دقيقه، كاميرا 6 ليش طافيه؟ دقيقه، ما في شيء هنا ما عدا ذا يعني. اوكي، طفي الكاميرا. هذا اللي جالس يكلمنا يقول قد اشتغلت هنا. اوكي، طفي طفي طفي. اوكي، البطاريه، انا ويني؟ اوكي، انا هنا، يبغى لي اراقب الكاميرات ذي. اوكي، ما في شيء هنا، ما في شيء هنا. دقيقه، هي هذا جالس طالع فيني. شوف الوسخ، انقلع. هذا فريدي، هذا ازداد بيرفي. بسم الله الله يس. What the fuck؟ jump scared. دقيقة، أبغى أسوي ميوت للمكالمة. fucking hell. انقلع. أوكي، خلينا نشوف في أحد قريب مننا. هي كل ما يتأخر الليل كل ما يصير الوضع أخطر، فاهمين؟ هذا لسه رجع يطالع هناك في الجدار. أوكي، هذه لسه طافية، ما في أحد هنا، ما في أحد هنا. أوكي، يبغى لنا نحافظ على البطارية ذي من إنها ما تنتهي. في اللحظة اللي نستعمل فيها أي شيء معدل استنفاذ البطارية يصير أسرع، فاهمين؟ عشان كذا تشوف تشغل النور يصير في بطارية أعلى، تقفل الباب يصير في بطارية أعلى، تشغل الكاميرا يصير في بطارية أعلى. ليش دقيقة، هذا كان يطالع فيني ولا تو؟ اللعبة هذه مدري كم لها جزء يا شيخ. سيلبريت، احتفل. أتذكر هذا الطير كان، ودقيقة ذا موجود نول، تشوفونه ذا اللي هنا كان موجود نول كذي. ليش طافي يا اخي؟ بيت للعانة احس وصاخة ذي. دقيقة، النور جالس يطفى يشتغل هنا، ما في حد جالس طالب فيني، ما في حد تحرك، كل شيء سليم. ايش ذا؟ اوكي، في موسيقى جالس تشتغل في المحل، من جالس تشغلها؟ وكم يبينا ننتظر برضه ساعة يعني حتى ما تنتهي الليلة ذي؟ 69، هاي خليه 69، ما نبي نخرب. 68، راحت. عشان كذا اقول لكم انا كنت دايما انام، ما يمدينا اخلصها. اوكي، ما في شيء هنا، ما في شيء هنا، ما في شيء هنا، هنا هنا ما في شيء. ليش النور طاف في المطبخ برضه يعني؟ او ليش كاميرا المطبخ ما هي شغاله؟ البوستر ذا اي والله جالس طالع فيني من زمان يعني، توقعت انه هذا الشيء غريب يعني. هي ظواهر غير طبيعيه تقعد تصير في اللعبه وانت المفروض تتبعها. اوكي، صارت الساعه 2، تنتهي صح الليله الاولى تنتهي الساعه 6 صح؟ بسم الله، اوه ربي، في واحد. دقيقه، على يساري. قفل الباب. اوكي، طفي الكاميرا. طالع يمين، ما في احد من هنا صح؟ اوكي، ممكن جالس استنفذ الموارد بسرعه، ما اعرف الصراحه، دايم كانت تنتهي البطاريه قبل ما تنتهي الليله. راح ذا، لا باقي موجود، طفيه. اوكي، لسه ما طفى الكاميرا، فاكين هيل. اوكي، الباب لسه مقفل، هذا اهم شيء. ها، راح، مشى 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 يا شباب، مشى. اوكي، رجع، افتح الباب، البطاريه بتخلص. ما في احد من هنا؟ اوكي، اوه في احد هنا تشوفونه؟ برضو هذا اختفت الالات اللي هنا. اوكي، ما في احد هنا. الله يلعن اهلك يا ابن الذين. ليش شغلوا الموسيقى؟ لو طلعت فيه بدون موسيقى ما اتوقع انك انت بسطعق. اه، تشوفون؟ يمديك تشوف ظله من هنا. ما في احد هنا في ناحيه اليمين. اوكي، راح ذا من هنا. لا باقي هنا. مات، وات ذا فاك. انقلع البطاريه بتخلص علي. اوكي، ما في احد هنا صح؟ في صوت ضحكات. اوكي، هذا مشى. ليتس جو. البطارية حقتي كانت تخلص. خلينا نفقد الكاميرات. في عندك الجناح الشرقي والجناح الغربي. او شوف، تحركوا، طلع يمين طلع يسار. ما في احد يمين؟ لا، ما في يسار، ما في احد. اوكي، اتوقع باقي لنا ساعتين صح وتنتهي الليلة الاولى. اوكي، في اصوات الات، بسم الله. اوكي، ما هو يمين ما هو يسار. كالساعة 5، باقي لنا 20% من البطارية. اوه اوه، يسار، تشوفونه؟ يمين، ما في احد، ما في احد يمين. اعوذ بالله، هذا في اليسار، هذا تشوفونه في كاميرا واحد. وات ذا فك، اشتغلت الكاميرا بالغلط، توقعت انه وحش. اوكي، هذا راح، افتح الباب. او فكين هيل يو بيس اوف شيت. هيا، متى بتعدي ذي الساعة؟ بطاريتي 8% بليز. اتوقع 6 AM. تشوفون الساعة في اليمين فوق في الزاوية، لو توصل 6 انتهى، عدت الليلة الأولى. او ماي جاد. اوكي، في واحد هنا في اوكي، كان في واحد في اليمين. شت، كم مدتها المرحلة الأولى؟ 10 دقائق؟ أو الليلة الأولى هي 5 ليالي، 5 nights at Freddy's، 5 ليالي عند فريديز. لو أموت في ذي المرحلة أعيد من المرحلة الأولى؟ لا ما أتوقع. شت ذا فك أب، إزعاج. أوكي،
الالات ترجع مكانهم، كل شيء طبيعي، ما في شيء هنا. اوكي حرفيا جلسه بدي الالات بسرعه عشان الطاقه ما تنتهي. هذا بس هو، هذا انت تتحكم بابين وبكاميرا بس، بناء على الشيء اللي تشوفه في الكاميرا تبدا تتخذ قراراتك. يسار ما في احد، يميني ما في احد. اوكي ليتس جو. دقيقه، البطاريه جالسه تنتهي بسرعه ولا كيف يعني؟ شو السالفه؟ يبغى لنا تقريبا نستعمل 20% كل ساعه، يعني لو ينزل اقل من 20% وير فاكت. في احد في اليسار؟ لا. كيف الروبوت؟ الروبوت في القاعة الأساسية. لما تقلب واحدة بستعمل الكاميرا مرة ثانية. هيا بليز، ليش؟ ليش الوقت جالس يمر الحين بطء؟ أوكي. أوكي جاي من هنا. أقفل الباب. أو شيت! في اليسار تشوفون وجهه في الكاميرا اختفى. 20% لكل ساعة أتذكر، ونستعمل من الطاقة 20% لكل ساعة أطفي. أوكي راح ذا. والله باقي موجود. أوه ماي جاد، في أحد هنا؟ لا ما في. موجود؟ موجود! على يساري موجود. والله إنه في اليسار تشوفونه هنا. اوكي خلينا نشوف، يا رب انه راح. اوكي راح، افتح الباب، البطاريه بتنتهي بسرعه مره. 20% معناته يا رب تقلب الساعه 2. استعمال الطاقه صار 67%. روح يمين، طف اللمبه. ما في احد في اليسار. اوكي اليمين. اوه تشوفون في واحد هنا تحرك، هذا اللي في اليسار. تشوفون هذا واقف هنا، ما كان موجود هنا ذا. اوكي خلينا نوفر البطاريه، ما في شيء هنا وهنا. اوكي باقي الحين. اوكي الحين يمدي. بسم الله، طلعت من اللعبه، طلعت من اللعبه. لا الله يصيبه. دقيقه، يمديك تقفل، اضغط اسكيب على اساس احط بوز، يعني اوقف اللعبه مؤقتا حتى اتفقد حولي. فجاه طفت، الله يصيبها. اوكي رجعنا. ايش دراكم يجي الصور في يوم ثاني؟ المهم خلونا نكمل الليل الثاني. امس قلتشت اللعب، ما ادري ايش صار له وطلعني منها. بس ضغطت زر اسكيب، بغيت اوقف اللعبه يعني كذا كم ثانيه بس طلعني. تقريبا اللعبه طريقتها بس هي اداره البطاريه حقت كل زك. اعطي ميوت، تضغط الزاويه هنا عشان تعطي ميوت. زاويه في اليسار ما في ايزر، بس اضغط. اوكي خلينا نشوف، تقريبا ما في احد الحين. ليش في تشوفون في زي الخطوط على الشاشه؟ ممكن ما تلاحظونها انتم تشوفونها هنا هنا. بسم الله، ايش ذا الصوت؟ في صوت خفي. تقريبا انا بجلس اركز على ذي الكاميرات، هي اللي جدا مهم انك تركز عليها. هنا او تشوفون في ذا هنا في اليسار، البطارية حقتي 88، ايش وضعها؟ ها؟ اوكي. او وات، ايش صاير الصورة؟ دقيقة يعني يبينا نخاف من اليسار شوية. اوكي؟ اوكي رجعت الصورة طبيعية. اللعبة بالروم ببساطتها بس اقسم بالله لوقات توتر الف. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي في واحد في اليسار هنا في الباب. اقفله ولا ما اقفله لما اشوف واحد عند الباب؟ لان الصراحة ما اعرف، ما اكذب عليكم. اوه بسم الله، اوه ماي جاد قفل الباب. شوف باقي واقف هنا، ايش السالفة؟ ما شاء الله باقي تاكي جنب الباب. شكله لما يكون في احد قريب من الباب تقعد تطلع لك ذي الاصوات. اذا ما كان واضح لك في الشباك هنا او ورا الباب فيقعد يطلع ذي الاصوات ميبي عشان يحذرونك انه قريب منك. اختفى ذا. دقيقة خليني اتاكد بس ما في احد في الممر. لا ما في. افتح الباب، افتح الباب، بطارية. اوه بسم الله، الله يلعن اهلك يا ابن الذين. دقيقة شغل النور، هو باقي واقف. تشوفون ظله بالضبط في هذه المنطقة. تذكروا 20% بطارية نحاول نستعمل في كل ساعة، فاهمين؟ يعني ما نستعمل أكثر من 20% ولا البطارية بتخلص علينا. باقي واقف ورا الباب. فاك. أو وات، في أحد جالس يطفي الكاميرات في كل مكان، إيش صاير؟ شت. أوكي ما في أحد ورا الباب. ليش طفت الكاميرات كلها؟ ما في أحد في اليسار، ما في أحد في اليمين. اوكي بسم الله، في هذا هناك تشوفونه. اوكي في واحد في غرفة حقت الطعام، مدري شو اسمها. اوكي وفر البطارية. لسه ما وصلت الساعة 3 الليل. في أحد حولي؟ ما في أحد حولي. ليش تغلى ذي الأصوات؟ البطارية 50% تكفي؟ تكفي الباقي الليل؟ دقيقة، من 12 لواحدة 20%، بعدين من واحدة لثنتين 20%، يعني 40%. المفروض بطاريتنا 60 الحين، صح؟ ولا ممكن في أحد بس أنا ما أشوفه. اوكي في واحد في اليسار هنا، تشوفونه؟ طف البطارية. اوكي باقي هناك في اليسار هو. 20% من 12 لوحدة، بعدين 20% من وحدة لثنتين، بعدين 20% من اثنين لثلاثة، صح يعني تقريبا هذه 60%؟ لا يعني وضعنا شوية في السليم، صح؟ يبقى لنا والله ما ادري. اوه بسم الله، يلعن اهلك. ما في احد هنا في اليسار، افتح الباب. افتحه، بطاريتنا بتخلص. ما تكفي، باقي لنا من 4 ل 5 ومن 5 ل 6 وما بيبقى بطاريتي الا 30%. ما في احد في اليسار. اوه بسم الله، في احد هنا في اليمين. والله في اثنين جنب الباب. اوه ماي جاد، بطاريتي بتخلص. في احد في اليسار، دقيقة ما في احد في اليمين. اوكي افتح الباب ذا، اخاف من ذا. اقفل الباب.
وش طف الكاميرا؟ بسم الله. ليش دايم الارنب ذا البنفسجي هو اللي دايم يكون لاصق عند الباب؟ اوكي يا رب تنتهي الساعه 4 يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ما بقى عندي الا 20% بس. اوكي بعده وفر بطاريتك واجلس طالع في اليسار واليمين بس. باقي لنا ساعتين من الليل، بطاريتي بتخلص. بسم الله الرحمن الرحيم، يلعن اهلك يا ابن الذين. في النهايه كنت بموت اصلا، بطاريتي كانت تخلص ما فرق. كجيم اوفر، انتهت اللعبه. كونتينيو، خلونا نشوف الحين. روق الحين روق. لما خلونا في حاجه انا اتوقع توي لاحظها، لما تقعد فرضا تشغل النور وتقفل الباب وتستعمل الكاميرا يصير في ضغط اكبر على البطاريه فتصير تستنزف اسرع. يعني حاول، بسم الله طالع شوف، لا تحاول تخلي هنا في اليسار تحت الخطين بس شغاله، لو تخليه ثلاث خطوط البطاريه تستنزف بسرعه. ودي في واحد هنا في اليسار، اقفل هذا. اوكي لا تستعمل لا تستعمل لا تستعمل الكاميرا، لا تستعمل الكاميرا الحين يصير في ضغط جدا على البطاريه. اوكي باقي لسه في الغرفه ذي، لسه ما انقلع. الله يقلعك قلعه تقلعك القلع. أو في واحد في اليمين، او ماي جاد لا حرام حرام، البطاريه بتنشق الحين. طز افتح نموت. في واحد في اليمين واحد في اليسار، او ماي جاد جالس اسمع صوت خطوات. اوكي افتح الباب ذا كف، او في واحد هنا جنب الباب في ذا، قفل ذا. دقيقه طف طف النور طف النور، افتح ذا. اوكي ما في احد في اليسار كفو. فاكن فاك يو دود فاك يو دود فاك يو فاك يو فاك يو. اثنين واحد في اليمين واحد في، ايش اسوي انا؟ هيا نموت. هذا باقي تاكي ورا الباب. البطاريه مره جالسه تنشق، البطاريه باقي لنا 30% لاخر ساعتين. مع السلامه، توكلنا. الصراحه انا وكلت امري لله، خلاص وكلت امري الى الله وحده. جلس طالع يمين ويسار بس تفقد ذي، وكلت امري لله. ذا البطه جالس جنب الباب جالس يطالع في الكاميرا يجل، استغفر الله ما ادري ايش جالس يسوي هنا. قلعه تقلعه، بدأت احس فك يو دود فك يو دود فك يو. انقلع انقلع، ما في طريقه اطردهم والهم يختفون كذا من حالهم. باقي لنا 20% لاخر ساعتين في اللعبه او في الليله. برافو برافو، كله عشان ذا لاصق هنا في اليمين. اتوقع اني ميت انا ذي الليله، ميت ميت الا ذا انقلع ذا. ممكن افتح الباب يبقى عندي احتماليه او فرصه بسيطه في اني احافظ على شويه. البطاريه قربت تنتهي، صار 16% طفي. وفي واحد هنا في اليسار على الكاميرا تشوفونه. واو ما شاء الله تبارك الله، واحد في اليمين واحد في اليسار ما شاء الله. يلا حيهم والله، في حفله هنا ولا كيف؟ ايش فيكم شباب متجمعين حول المكتب؟ يلا مت صح؟ مت، وصلت البطاريه 9% او 8% وباقي عندي ساعه كامله من الليل اللي هي من 5 لين 6. ذا مشى ذا ما مشى، يلا باقي 4% مستحيل تكفيني. خلاص استسلم للموت استسلم. يلعن اهل ابن الذين، لعبه مبنيه على الحظ كذا، انت وحظك. ممكن يجيك 4000 وحش تضطر تستعمل بطاريه كامله، ممكن الليله تعدي بسلام وما تستعمل ولا شيء من البطاريه. يعني انا داخل لعبه روج رايك، انا ار ان جي، اللعبه كامله مبنيه على الار ان جي. في واحد في اليسار تشوفونه ذا، الله حياك الله تعال تفضل. فيها عصير هنا، فيها العاب صور، يعني في اشياء كثيره تبغى تنبسط بها تعال. الله يحييك والله. تك تك تبغى تتكي مستحي يعني؟ لا تستحي يا رجال ما عليك، كلنا اخوان. في نهايه الممر بالضبط هو هناك قدام. اوكي فجاه يدخل علي الحين، بس انا ماني مستعد اضحي بالبطاريه. ما شاء قلت لكم يستحي يستحي اخونا في اللاذا، ما يبغى يخش. والله يلعن اهلك ابن الذين، نحتاج نوفر بطاريتنا بشكل مرعب. ايش فيه؟ في واحد في اليسار اتوقع، شوف شغل النور. طيب اليمين لا ما فيه. او ماي لورد بيتش، الحين ما صح هذه الالات وازعج اهلنا بهم. البطاريه 40%، لا ليه؟ ليه 40%؟ عشان اللي قفلت الباب صح قبل شويه. 40% وباقي لنا ساعتين، 38% وباقي لنا ساعتين من الليل. او ماي لورد، من طفى الكاميرا؟ انا طفيتها؟ ايوه تشوفون في اليسار هنا. فك يو بيتش، كفو كفو، عندنا 20% تكفي ان نعدي اخر ساعه. سبيد رن، شوف الكاميرات. ايوه في في فيشه جالسه تتحرك صح؟ باقي لنا 10% بتكفي انها تعدينا باقي الليله. في اوقات زي كذا احس تكفل البيبان. او طفت الكاميرا بليز لا. في واحد في اليسار شت، كفو. الله يلعن اللعبه ذي، ذكر كانت اغبى من كذا لما لعبتها زمان، ولا ما ادري ممكن انا كنت ادور على شيء في حماس اكثر. يلا يلا باقي لنا تقريبا 3 ليالي. اوكي الثلاث ليالي هذه الصراحه ممكن نكملها في مقطع ثاني. اتمنى بصراحه انكم انبسطتم في المقطع، اتمنى انه عجبكم. اتوقع هذا بيكون مقطع قصير بس عشان ما تنامون. اشوفكم على خير في المقطع الجاي. اذا عجبكم المقطع حط لايك سبسكرايب، وان شاء الله اذا ما عجبك حط ديسلايك، اكتب لي في الكومنتس. ويلا سايونارا ماي فريندز.